وصلنا لآخر فقرة من فقرات كيف أصبحت لليوم، وطبعا هي فقرة ضيف الاستوديو. زي ما سبق ونوهت أنه اليوم حنتكلم عن موضوع الذكاء وموضوع الذاكرة مع الأستاذة سارة سعيد يوسف، وهي مدير ومؤسس لمركز الذكاء العربي للتدريب والوكيل الحصري في السودان للبطولة العربية للذاكرة. حنتعرف على الموضوع ده، موضوع الذكاء وموضوع الذاكرة، مع بدر الدين صياح في الجانب الآخر من الاستوديو. حيكون حديث شيق ومفيد ومهم جدا طبعا. طيب لك التحية شاهندة، ويمكن الذكاء واحدة من الموضوعات اللي احنا حنتناولها في ثنايا هذا الحوار. نحن هنتكلم عن التفوق الدراسي، وتحية كمان برضو لكل الطلاب الممتحنين، التلاميذ والطلاب أيضا، والإجازة قربت وبتكون في كثير جدا من الحاجات اللي احنا زي ما بقولوا ستات البيوت بيعرفوها كويس يعني. حنتعرف إن شاء الله من خلال الأستاذة سارة سعيد يوسف، مدير ومؤسس مركز الذكاء العربي للتدريب أو الوكيل الحصري للبطولة العربية للذاكرة بالسودان. مرحب بك وسعيدين وصباح الخير عليك. أهلا بكم، صباح النور عليكم. نعم لك التحية والتقدير. قبل ما ندخل في موضوع التفوق الدراسي، ناخذ نبذة عن مركز الذكاء العربي للتدريب. طبعا مركز الذكاء العربي للتدريب هو مركز مختص بتدريب تنمية الموارد البشرية، لكن مختصين في تدريب برامج الذاكرة. يمكن برامج الذاكرة أدخلناها حديثا عبر هذا المركز، كانت موجودة في بعض المراكز، بعض البرامج اللي بتعمل على تقوية أو تنشيط الذاكرة، لكن لأول مرة يكون في برنامج متخصص لتنمية الذاكرة الكلية عند الإنسان لأعلى مستوى. يعني حتى البرنامج اسمه الذاكرة الخارقة، نصل بالإنسان لأعلى مراحل خارقة من التذكر. وأيضا المركز هو ممثل للسودان في كل البطولات العربية للذاكرة. حتى الآن عندنا 4 مشاركات في الدول العربية. أيضا قمنا مركز قام في 2015 بتأسيس البطولة السودانية للذاكرة كأول بطولة ذهنية تقام في السودان. يعني الذكاء العربي معناه على نطاق الوطن العربي. على نطاق الوطن العربي. وأيضا طبعا المركز هو وكيل لبرامج التفوق الدراسي وبرامج تدريب الأطفال في مجال الذاكرة والتفوق الدراسي. طيب البرامج اللي بتتقدم شنو يعني في؟ هي برامج تدريبية عندها تختلف على حسب الفئة العمرية. بنتعامل مع جميع الفئات العمرية، من فئة الأطفال من سن 10 سنوات ولحد الآن إن شاء الله، يعني كل الأعمار تتدرب في مجال الذاكرة. وأيضا برامج التفوق الدراسي تختلف، الأطفال عندنا لهم برنامج مختص بالتفوق الدراسي في من سن 10 سنوات حتى 15 سنة، ومن 16 سنة أي للفئات العمرية اللي عندها علاقة بالجامعات أو الثانوي العالي. أيضا يتدربوا في برامج. طيب نحن بما أنه في هذه الأيام في كثير جدا من التلاميذ هم في امتحانات، والطلاب أيضا هم مقبلين على امتحانات في مختلف المستويات، خلينا نتكلم عن الجانب بتاع التفوق الدراسي، وأكيد ده طبعا حديث بهم كل المشاهدين وكل المتابعين. نبدأ أولا بالسنة اللي انت ذكرتيها من 10 أو أقل من 10، اللي هي بتبدأ من 3 سنوات لحد 10، مش كده؟ احنا من 10 سنوات. من 10 سنوات؟ نعم. حتى طيب 15 سنة. لحد 15 سنة. طيب نتكلم عن هذه الفئة تحديدا، وهم هذه الأيام في امتحانات يعني دراسية. بالتأكيد. برنامج التفوق الدراسي يمكن برنامج السبب الرئيسي اللي خلانا نلجأ، لأنه نحن مفروض أو محتاجين لندخل ثقافة التدريب عند الطفل، أنه حسينا بأنه مثلا بعض أولياء الأمور بيشتكوا كثير جدا من أو في معاناة مع أبنائهم في البيت، سواء كان في المذاكرة. الواحد بيشوف أنه هذا الابن بيمتلك يعني درجة أو مقدرة ذهنية كويسة جدا أو معدل ذكاء كويس، لكن النتيجة اللي بتجي ما بتكون عندها علاقة بالدرجة بتاعته. فدي كل أسباب أنه يمكن الضغط اللي بيكون موجود داخل البيت، الضغط داخل المدرسة، المقررات الدراسية. الجيل الحالي اختلف تماما عن جيلنا، أصبحت عنده معطيات تختلف، أصبح عنده إيقاع مختلف. فإذا لابد أن يكون عنده طريقة متغيرة في الدراسة، في الحفظ، يعني كل الأبناء. كيف طيب عشان احنا نستفيد من هذا الوقت؟ كيف يكون عشان يقدر يستفيد من كل هذه الأشياء اللي تتكلمت عنها؟ كثيرة جدا. يعني مثلا احنا عايزين نغير الطريقة اللي بيقعد بيها للمذاكرة، دايرين نغير الأدوات اللي بيستخدمها للحفظ. يمكن غالبية الطلبة، وأنا بتمنى لكل الطلبة الممتحنين طبعا بالنجاح والتفوق، الممتحنين شهادة أساس أو الثانوي، فمحتاج إنك تمتلك أدوات حديثة في طريقة القراءة. هي مش أدوات تقنية، لا بالعكس، هذا المقرر اللي
قدامك محتاج تقرا بطريقه مختلفه. نعم. عشان طيب خلينا نبدا برضه بشكل عملي جدا عشان على الاقل الناس تكون متابعه وتسجل هذا الكلام اللي بتقال. اولا نبدا، انت قلت انه الجلسه او القعده ذاتها تكون مختلفه، كيف؟ بالتاكيد. نعم. اول حاجه بنصح الطلاب بالذات في المذاكره في البيت، نعم، ما يكون في مكان واحد مخصص للمذاكره. نعم. يعني فكره انه مكان واحد ده عباره عن روتين، دايما تغيير المكان بيخليك تقدر تستدعي المعلومه. نعم. يعني باب معين اقراه في مكان، الباب الثاني في غرفه، الباب الثالث مثلا برا في الحوش. نعم. بيبقى ارتباط المكان بالمعلومه، لما يجي السؤال في الامتحان تلقى انه انا والله الحاجه دي قريتها لما كنت قاعد في الحته الفلانيه. نعم. كونك تقرا كل المقرر او كل المواد اللي انت مفروض تمتحن فيها في نفس المكان ده روتين. نعم. وذاكر لا تعمل بالروتين. نعم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بنصح الطلاب انه يختموا يومه خصوصا لما يكون بكره الامتحان بالماده اللي هو ممتحن فيها بكره. نعم. احنا بنخلي الطفل يخلص مذاكرته بعد ذاك نقول له قوم اعمل اي حاجه انت عايز تعملها. نعم. يعني اتعشى او غير جو او اعمل اي حاجه، لا خطا. نعم. اعمل كل الحاجات واختم اليوم قبل النوم مباشره بالمعلومه اللي انت ممتحن فيها بكره. نعم. لأن النوم بيعمل على ترتيب المعلومات داخل الدماغ، فلما تصحى الصباح بتكون في حالة بتاعت يعني تذكر عالية جدا جدا، لأنه آخر حاجة كان ختمت بها الذاكرة أو قفلنا تسجيل الذاكرة. نعم. الحاجة الثالثة والمهمة جدا جدا وضروري خصوصا هذه الأيام من أول الامتحان، ما تقرأ أكثر من ساعة متواصلة. ممكن يكون بقرا 3 ساعات او 4 ساعات، لكن بعد كل ساعة تفصل 10 دقائق او ربع ساعة. 10 دقائق ممكن يعمل فيها شنو؟ اي حاجة نشاط غير المذاكرة. جميل. قوم اشرب شاي، استحمى، صليت ونسمع زول. في حاجة يعني مرتبطة بالحالة دي تحديدا في المذاكرة، احيانا بيكون يعني دور الاسرة. بالزبط. يعني مرات الام بتكون قلقة جدا. صحيح. وكله بعد شوية يذكروا انت امتحان وكده. حقيقي. يعني في حقيقي. في تفاصيل كده بتحصل. حقيقي. وهي يمكن انا قلتها كثير جدا يعني، وتاني بقولها. نعم. يا ريت اولياء الامور يعني يغيروا الطريقة اللي بيتعاملوا بها مع الابناء. نعم. لانه هذه الايام هي ايام بتاع الدعم معنوي. نعم. محتاج منك للدعم المعنوي، فكرة اقرا اقرا اقرا، فكرة المقارنات بينك وبين الناس، انت ما حتجيب نتيجة. اي ايحاء سلبي حتدي له قدر المعلومة الموجودة في ذاكرته حتنتهي. جميل. ده دور الأسرة. طيب تاني من الأدوات تاني شنو عشان انه يستذكر ويكون نشط يعني من الحاجات التانية؟ احنا مثلا نقول تغيير المكان. تغيير المكان او طريقة المذاكرة زي ما قلت بعد ساعة افصل. نعم. يستخدم الألوان، ما اقرا بنفس القلم. يعني احنا مثلا بندرس علم الخرائط الذهنية. نعم. علم الخرائط الذهنية احدث العلوم للحفظ حاليا. نعم. يدرس في كل الدول المتقدمة في كل المراحل الدراسية. جميل. فاحنا هو ممكن يعني يمكن حس الوقت ما يكون يزعف الناس اللي ما عندها علم بهذا العلم، انه بس يستخدموا الالوان. حاول اقرا كل مادة بلون معين لما تعمل تلخيص، لما تطلع نقاط. نعم. كل مادة اعمل لها لون، لانه الذاكرة تحتفظ بالالوان وبالرسومات اعلى من اللغة. نعم. فأي حاجة مكتوبة بشكل بتاع لغة أو كلمات أعمل لها رسمة باللون، يعني طلع النقاط حقتك أو التلخيص اللي أنت عايز تعمله تجاه كل مادة بلون يختلف عن المادة الأخرى. نعم. طيب في زول بيذاكر وبحب أنه يكون يعني مستلقي على ظهره وهو راقد كده ويفتح الكتاب. نعم. برضو ده بيدخل في إذا حيقعد في نفس السرير اللي بنوم فيه؟ طبعا لا. نعم. لانه السرير او الجهه الحته اللي انت بتنوم فيها مرتبط عندك في اللاوعي انه ده مكان النوم. نعم. فحتى لو كان يعني حاسب انه هو صحي يا دوب او يعني كان عنده طاقه لانه يقرا. نعم. اللحظه اللي بدا يقرا في السرير وهو راقد طوال بيجي احساس النوم. نعم. ودي كثير من الطلاب بيقوموا يقولوا لنا احنا اول ما افتح الكتاب بنعس، بقول له بتقرا وين؟ فاذا انا بقرا في السرير اذا طبيعي تنعس. نعم. فالمكان اللي عنده علاقه بالنوم يا ريت لا ما تقرا فيه. نعم. ارتبط عندك في ذهنك بالنوم او بالاسترخاء، فبشكل يعني تلقائي بتلقى نفسك بدات تسترخي وعايز تخش في حاله النوم. نعم. طيب فما بنصح بها. طيب شاهين ده انت من النوع ده؟ انا من النوع ده. كنت وين يا استاذه ساره زمان؟ يعني احنا كنا في المدارس والجامعات، لكن يعني الكلام اللي انت بتقولي فيه ده انا ذكر انه يعني الى حد ما ايام الدراسه انا كنت بطبق جزء منه بتاعت انه كل مره اقرا في حته شكل. نعم. سؤالي لك سريع، الفرق بين الذاكره والذكاء شنو؟ هل في ارتباط بينهم؟ هل في بيناتهم علاقه طرديه ولا علاقة عكسية؟ عشان نحدد النقطة دي بس. نعم. الذكاء والذاكرة. جميل. بالتأكيد في ارتباط. أهم عنصر للتذكر عشان تمتلك ذاكرة خارقة أو قوية هي التركيز. وأيضا هو أهم عامل في معاملات الذكاء التركيز. فإذا في رابط موجود. لكن عشان تنشط ذاكرتك لا يشترط أبدا معدل بتاع ذكاء معين. خالص. كل الناس بتمتلك ذاكرة، كل الناس عندها الحق في تنشيط الذاكرة. ممكن تكون ذكي جدا جدا لكن ما بتتذكر.
عندك ضعف في التذكر لانك ما عامل على تدريب الذاكره او تنشيطها. اذا كل ما زدت من معدل التذكر عندك كل ما زاد معدل الذكاء. فنحن بننصح انه الناس دائما تحاول تعمل على تدريب ذاكرتها، تعمل على تنشيط الذاكره الاعلى ما يكون عشان نكتسب معدلات عاليه في الذكاء. تمام. طيب في برنامجكم انتم طبعا نحن عارفين انه في حاجه اسمها الذكاءات المتعدده في برنامجكم، هل انتم بتستصحبوا معاكم موضوع الذكاءات المتعدده، بتشتغلوا على ذكاءات معينه؟ نعم. نحن بنشتغل على الذكاء الصوري لانه بنفعل جانب الصور، يعني الصور دي حاجه مهمه جدا لانه الجزء اليمين من الدماغ. بنستخدم يعني طبعا زي ما قلت ذكاءات عديده، يعني الذكاء الاجتماعي عشان تكون ذكي اجتماعيا مفروض تمتلك مهارات معينه. احنا بنملك هذه المهارات للاطفال. جميل ان الطفل يمتلك مهاره الثقه بالنفس، جميل ان الطفل يمتلك مهاره الحديث الايجابي، ترتيب الوقت او اداره الوقت بتاعه، فكل هذه المهارات هي بتدي الطفل ذكاء اجتماعي بجانب الذكاء الصوري بجانب الذكاء الفراغي، كل هذه الاشياء موجوده داخل البرنامج. نعم. تمام. طيب زي ما تكلم معي بهجه الان من خلال يعني طرق المذاكره الحديثه، تجيبيل ذكرتي برضو يعني طرق اخرى الحديثه شنو؟ منها زي ما قلت طريقه استخدام الخرائط الذهنيه. نعم. اذا الخرائط الذهنيه واحده من الطرق، ويمكن المساحه ما تسمح انه نذكر كل الطرق الحديثه، لكن من اهمها طريقه البطاقات الملونه. نعم. يا ريت كل واحد في الطلاب لما يجي يذاكر ما يعمل التلخيص بنفس القلم بنفس اللون في نفس الورقه. نعم. لا، احنا بنحتاج انه نعمل شكل بتاع بطاقات زي الكشتينه. نعم. بمعنى انه نحبب طريقة الحفظ أو طريقة المذاكرة، الأطفال أو الطلاب بملوا المذاكرة. صحيح. في مادة كده يعني أنا برضو يعني في واحدة من الحاجات الهامانية جدا، واحد يقول لك المادة دي ثقيلة جدا. نعم. كويس. أحيانا بيكون جانب نفسي من الأستاذ، بيكون جانب نفسي من المادة. صحيح. موقف معين، دي معالجتها هتكون كيف؟ صحيح. نعم. يعني لو بتتذكر انه زمان اي ماده انت كنت بتحبها جدا معناها بتحب المعلم. نعم. بتلقى المعلم اللي بتحبه بتجيب اعلى درجه في الماده بتاعته. اذا في ارتباط نفسي زي ما انت قلت. احنا ما حنقدر مثلا نتدخل في انه نقدر نغير كل المعلمين اللي بيتعاملوا مع الطلاب، او ندخل في طريقه انك لازم تحب الاستاذ ده عشان تقدر تنجح في مادته، لكن نبدا نحول طريقه قراءه الماده في البيت. نعم. لما نرجع على البيت او لو في شخص ثاني ممكن يشرح له الماده، لازم نستخدم الوسائل. وانا من هنا بناشد كل المعلمين لاتباع الطرق الحديثه في ايصال المعلومه للطالب. نعم. عشان الطالب يحب الماده. التغيير في طريقة طرح المادة بيخلي الطالب متفاعل، عنده تركيز عالي. في بعض الطلاب يقول لك بننوم في الحصة رغم انه الزمن بتاعه بسيط. نعم. اذا هو في نوع من الروتين او الملل. على المعلم، اذا كان المعلم وصل المعلومة بشكل محبب للطالب، تأكد الطالب ما هيحتاج اكثر من 20% للمذاكرة في البيت. صحيح. نعم. فكل هذه الطرق الحديثة بتحبب. اذا الطالب خدت حاجز الكراهية للمادة، تأكد انه لو جبت له كل الاساتذة ما حيقدر يستوعب هذه المادة. نعم. لانه عمل حاجز نفسي بينه وبين المادة. فأي حاجة سلبي هو ضد التذكر، الذاكرة تعمل بالإيحاء الإيجابي. نعم. طيب علاقة الذاكرة والذكاء زي ما قبل ذكرت شاهندة في إنه هل في علاقة بيناتهم؟ هل الزول الذكي بالضرورة يكون هو دائما يعني سريع التذكر أو ذاكرته كويسة، أو الزول بيتذكر كويس مرتبط بالذكاء ولا ما في؟ زي ما قلت انه هو الشخص اللي بيتذكر كويس بيزيد معدل الذكاء عنده. نعم. لكن ما شرط، بنلقى في ناس اذكياء جدا واللي هي دي حسب جينا وشفناه في الطلبه. نعم. هو يقول لك ذكي لكن ليه النتائج بتاعته كده؟ نعم. لانه عنده مشكله في التذكر. طيب. ما عامل على تنشيط هذه الذاكره، فهو ده الاختلاف. طيب استاذه ساره بدر الدين، انتهيت سؤالك؟ طيب اتفضلي. عشان بس قبل ما انسى السؤال حقي، لو في اطعمه معينه. نعم. يا استاذه ساره، ممكن أولياء الأمور يقدموها لتلاميذهم فيما يخص موضوع تقوية الذاكرة، يعني تورينا أطعمة بتكون المتوفرة في السودان، المتاحة عندنا في السودان، إنه هي بتسهم في تقوية الذاكرة يمكن، والمساعدة على يمكن سرعة التذكر وقوة الذاكرة والاسترخاء وما إلى ذلك. القهوة طبعا مرتبطة قبل ما الكافيين. طبعا أيوة الكافيين. طيب الكافيين، القهوة في المشروبات الغازية كمان متوفرة، نحن لكن عاوزين نبعد عن المشروبات الغازية. نعم. أكيد. الأطعمة بالتأكيد موجود في القهوة، أنت طالما بدأت بالقهوة. لكن بس عشان شايف الناس اللي بتذاكر دائما كثير، واحيانا تلقى شرب ترمس بتاع القهوه لكن ما قدر يصحى يعني. نعم. فلانه بنتناولها بطريقه خاطئه. يعني حتى القهوه يا ريت ما اكثر من فنجانين في خلال اليوم. نعم. وتكون مخففه نوعا ما. وتاخذ القهوه على معده فيها اكل، او اذا تناولت القهوه دي بالمناسبه حتى للناس الكبار، بعد نص ساعه تاكل حاجه. نعم. لانه حتاثر، واي تاثير سلبي زي ما انت قلت في الاطعمه على الجهاز الهضمي بيقلل من التركيز، بالتالي بيقلل من التذكر.
فانا بنصح بالليل انت عندك امتحان بكره يا ريت ما تاكل وجبه دسمه. نعم. طيب اخيرا بس تلخيص في نص دقيقه طرق المذاكره في يعني هذه الايام للطلاب. طرق المذاكرة لأنه حسي إحنا كانت هي تكلمت عن الغذاء. نعم. الغذاء حاجة مهمة جدا جدا وبتخلي إنه فعلا الواحد يقدر يذاكر من غير ما يحصل له نوع من الخمول. يعني يأكل الأطعمة اللي عندها بيكون فيها فيتامينات الفريش، نبعد عن الأطعمة الجاهزة السريعة الوجبات السريعة أول فيها مواد حافظة. نعم. نأخذ الأطعمة اللي فيها فيتامين سي، نأخذ الأطعمة اللي فيها البي 12 لأنه البي 12 بيزيد من التركيز خصوصا البيض. يعني الأطفال لازم يأكلوا بيضة في خلال اليوم لأن وجد أن صفار البيض فيه والكولين ودي مادة مهمة جدا، فدي كلها الأطعمة. وبركز كثير على الموية. نعم. نشرب أكبر كمية من الموية أثناء المذاكرة، خد كوباية بتاعت موية معك باستمرار ما شرط لما تعطش. نعم. خصوصا أجواء شوية باردة الأيام دي فبنلقى أنه الواحد ما بحس أنه عطشان. صح. فلازم نعمل على 80% من دماغ الإنسان ماء. طيب. إذا لابد نعمل على إنه نشرب مويه باستمرار. نعم. الطرق اللي أنت تكلمت عنها هي ممكن تكون كثيرة جدا طرق المذاكرة السليمة. زي ما قلت نحافظ على موضوع النوم، إنه النوم يكون مباشرة بعد المراجعة. نعم. نحافظ على استخدام الألوان، استخدام البطاقات، نحاول نقرأ ساعة ونفصل بربع ساعة، ما نجهد نفسنا إجهاد. في ناس بتقرأ يقول لك لحد الامتحان ثاني يوم. صح. نعم. هنا بيحصل. طيب. إجهاد كامل للذاكرة. أنا يعني ما أعرف، حاس إنه يعني في كلام كثير جدا مفروض يتقال. أتمنى إنه مع زميلة بهجة إنه نلتقي يعني في حلقة قادمة حتى نتكلم عن الخرائط الذهنية يعني في الأسبوع القادم إذا أمكن إنك أوعدتينا وكل المشاهدين الكرام نتحدث الأسبوع القادم لأهمية يعني هذا الموضوع. بالتأكيد يعني إن شاء الله هكون معاكم. وطبعا الأسبوع الفات كان موجود دكتور توني بوزان، هو بريطاني، هو مؤسس علم الخرائط الذهنية، كان بالسودان. نعم. والحمد لله كنا من المحظوظين بالمشاركة في ورشة كاملة للخرائط الذهنية، فكونك طبعا تأخذ العلم من الشخص اللي هو مطلع ذاته كانت عندها وقع غير عادي. طيب. وأنا بوعد الناس إن شاء. طيب. الله بأنه نحن نقول للحديث بقية إن شاء الله مع كل المشاهدين الكرام. الحديث مهم جدا وطلاب الشهادة السودانية وكل التلاميذ نتمنى إنه التوفيق والنجاح لهم جميعا. شاهندة بنعود لك مرة تانية في ختام هذا اللقاء. شكرا لك بدر الدين، وشكرا للأستاذة سارة سعيد يوسف وهي مديرة ومؤسس مركز الذكاء العربي للتدريب والوكيل الحصري للبطولة العربية للذاكرة. حقيقة أستاذة سارة قدمت نصائح مهمة وإرشادات مهمة وقالت كلام منطقي وعلمي ومؤسس وبشجع إنه ناس تحاول تجون في المركز ده عشان إنه تحاول تنمي المسألة بتاعت الذاكرة والذكاء عند الأبناء. وإن شاء الله زي ما قال بدر الدين يكون لنا معها لقاءات تانية لأنه الحديث يطول ومهم جدا جدا بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام نحن وصلنا لنهاية حلقة اليوم من كيف أصبحت بإذن الله تعالى، حتى جديد الملتقى يوم الخميس أنا وبدر الدين بإذن الله تعالى، غدا فريق عمل آخر. دمتم في أمان الله. ضحكت وردة وقالت للشمس